الطريقة الصحيحة لربط مدونة بلوجر مع حساب جوجل أدسنس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقة اتكلمت فيها قبل كده عن الحسابات المستضافة والحسابات العادية، سواء حساب مستضاف بلوجر او سواء حساب مستضاف يوتيوب او حساب عادي، وعرفت ايه الفرق ما بين الثلاث حسابات دول. هسيب لك الحلقة دي اسفل الفيديو، ياريت تتفرج عليها علشان هتفيدك جدا. اما درس النهاردة فهو عن الطريقة الصحيحة لربط مدونة بلوجر مع حساب جوجل ادسنس. منصحكش انك لما تيجي تعمل مدونة بلوجر انك تروح على الاعدادات الخاصة بالمدونة وتربط حساب جوجل ادسنس عن طريق المدونة الخاصة بيك. ليه بقى؟ لانك كده حضرتك بتعمل حاجة اسمها ادسنس مستضاف بلوجر، فلما تربط مدونتك عن طريق حساب جوجل ادسنس بالطريقة دي فكده انت بيبقى ليك حساب جوجل ادسنس، بس حساب ليه صلاحيات محدودة وانك ما تقدرش تشغل الحساب ده في اي مكان تاني، بعكس حساب ادسنس العادي اللي ممكن تقدر تشغله على اي مدونة على اي موقع تاني غير مدونة بلوجر، او تقدر تشغله على قناة يوتيوب مع الموقع او المدونة في نفس الوقت، او تقدر كمان تشغله على حساب ادموب، تقدر تشغله على تطبيقات جوجل بلاي لو عندك تطبيق، تقدر تشغله في اي مكان تاني. زائد ان الحساب ده بيكون ليه مميزات كتير جدا، والحساب ده كمان بيكون حاجة كويسة وليها قيمة بعكس حساب مستضاف بلوجر. هنشوف النهاردة ان شاء الله ازاي نربط مدونة بلوجر مع حساب جوجل ادسنس وحساب جوجل ادسنس يكون عادي. بس قبل ما نربط حساب جوجل ادسنس في شوية نصايح عايز اديها لك علشان هتساعدك كتير في ان حسابك يتم قبوله في جوجل ادسنس باذن الله. اول حاجة وهي المحتوى، لو المحتوى بتاعك مسروق جوجل ادسنس مش هتقبلك في تحقيق الربح في المدونة الخاصة بيك، فيفضل المحتوى اللي انت بتكتبه يكون محتوى ذات قيمة وما يكونش محتوى متكرر. وحاول لما تيجي تعمل مدونة ابعد عن التحميلات، تحميل لعبة كذا، تحميل برنامج كذا، لان الحاجات دي مكررة وما بيتمش قبولها في جوجل ادسنس. فلما تيجي تعمل حاجة مثلا حاول تعمل حاجة حصرية في الاول، او حاجة ما يكونش متداولة كتير ما بين الناس او موجودة كتير بشكل كبير في المحتوى العربي او في المحتوى اللي انت بتقدمه علشان يتم قبولك بسهولة في جوجل ادسنس. تاني حاجة حاول يكون شكل المدونة بتاعتك منسق ومنظم، علشان ده بيساعدك بشكل كبير ان المدونة بتاعتك يتم قبولها. والاهم من كل ده وهي النقطة اللي فاتت، وان يكون المحتوى بتاعك كويس وذات قيمة وما يكونش محتوى مكرر او ما يكونش محتوى متداول كتير في المحتوى اللي حضرتك بتقدمه. في ناس كتير بتقول ان عدد التدوينات بيفرق في ان مدونتك يتم قبولها او لا. الكلام ده كان زمان، لكن دلوقتي لو 7 او 8 تدوينات ممكن يتم قبولك في جوجل ادسنس لو المحتوى بتاعك كويس واتبعت النصايح اللي انا بقولها في الفيديو ده. بس كمل معايا الفيديو للنهايه. يبقى اول حاجه زي ما قلنا ان المحتوى بتاعك ما يكونش مسروق. تاني حاجه ما يشترطش عدد التدوينات، بس لو 7 او 8 تدوينات ياريت يكونوا منسقين ومنظمين بشكل كويس، بحيث ان جوجل ادسنس لما تيجي تراجع المدونة بتاعتك تلاقي ان شكلها كويس وتحس ان المحتوى بتاعك مفهوم وهيكون كويس ومفيد لدى الزائر. ليه بقى؟ لان جوجل ادسنس بتدخل اكنها زائر، لو عجبها المحتوى ده فهو بالطبع هيعجب الزائر، فبالتالي لما انت تعمل المدونة بتاعتك حاول يكون شكلها كويس وبسيطة لدى الزائر اللي هيجي يشوفها. يعني حضرتك حول نفسك كزائر وادخل على المواضيع بتاعت المدونة وشوف حضرتك هتكون راضي عنها ولا ما انتش راضي عنها. النقطة اللي بعد كده وهي ان الكلام اللي داخل التدوينات ياريت يكون كلام كتير، يعني التدوينة ما تقلش عن 500 كلمة، والكلام ده اتكلمت عنه في الكورس بتاع الربح من بلوجر، حاول ترجع عليه لو ما كنتش شفت الكورس ده من اوله او لو ما كنتش متابع معنا الكورس من اوله. النقطة اللي بعد كده لما تيجي تقدم في جوجل ادسنس حاول يكون في سياسة خصوصية ومن نحن في المدونة بتاعتك، علشان بتساعدك بشكل كبير في قبول المدونة بتاعتك. ومن النقاط المهمة علشان يتم قبولك في تحقيق الربح من جوجل ادسنس وهي ان يكون الدومين بتاعك دومين مدفوع ما يكونش مجاني، لان الدومينات المجانية لا يتم قبولها في تحقيق الربح او ما بيتمش قبولها في جوجل ادسنس بشكل عام. في نقطة بقى مهمة جدا وهي الاستمرار في تقديم المحتوى اثناء المراجعة. يعني في ناس بتعمل محتوى كويس جدا والمحتوى ده فعلا ذات قيمة، والمشكلة ان هو لما بيجي يعمل 8 او 9 تدوينات في المدونة بتاعته ويبدأ يقدم للموقع بتاعه او للمدونة بتاعته ما بيتمش قبوله في تحقيق الربح بسبب حاجة بسيطة جدا، او ما بينشرش بشكل مستمر. فحاول اثناء المراجعة في جوجل ادسنس، مثلا انت قدمت النهاردة هيردوا عليك مثلا في خلال 10 ايام، في خلال ال10 ايام دول لازم حضرتك تواظب يوميا على انك تنشر تدوينات في المدونة وتكون حصرية، علشان وادسنس بتراجع تلاقي المحتوى بتاعك
دائم الخضار او المحتوى بتاعك بيتم نشره باستمرار، فبالتالي ده بيساعدك بنسبة 80 او 90% بان يتم قبولك في جوجل ادسنس بسهولة وبدون اي مشاكل. كده خلصنا الجزء النظري وخلصنا النصايح، يلا بقى نروح للكمبيوتر ونشوف الجزء العملي ونشوف ازاي هنحول جوجل ادسنس من مستضاف لعادي. مبدئيا زي ما احنا متعودين في تدوينة مهمة جدا هسيبها لك اسفل الفيديو ده مباشرة باذن الله، حاول تقرأها، مش هتاخد معاك 3 او 4 دقايق بس هتفيدك جدا. طبعا التدوينة بالشكل ده كده، بص على التدوينة وشوف المعلومات اللي فيها وحاول تحط لي كومنت او تعليق اسفل التدوينة، ولو عندك اي مشكلة او اي حاجة سيبها لي اسفل التدوينة في صندوق التعليقات اللي هو ده. اول حاجة هنعملها هتدخل على اليوتيوب، هتعمل اكونت عادي جدا على اليوتيوب. ليه بقى اليوتيوب؟ لان حضرتك هتعمل حساب ادسنس عادي. بصوا بقى الطريقة ازاي. اول حاجة هنيجي هنا كده على حساب اليوتيوب، هنيجي هنا كده على القناة، هنيجي عند كلمة تحقيق الربح، بعد كده هنيجي هنا كده هنروح عاملين الاشتراك في ادسنس، هنيجي عند البدء وهنتبع الخطوات، بعد كده هيدخلنا على حساب جوجل ادسنس، هنيجي عند تحقيق الربح هنا كده هنقول له التالي، فهنا كده شباب هيقول لك موقعك على اليوتيوب، هيقول لك موقعك على الويب، هنقول له قبول الربط، هيدخلنا على حساب ادسنس. بعد ما هيدخلك على حساب ادسنس هياخد تقريبا بتاع 24 ساعة وهيوافق على تحقيق الربح من ادسنس. بس طبعا الكلام ده احنا كده عملنا حساب ادسنس مستضاف يوتيوب. ليه بقى عملنا حساب ادسنس مستضاف يوتيوب؟ علشان مش هتعرف ان انت تعمل حساب ادسنس عادي من جوجل ادسنس مباشرة، لانك لما تيجي تروح على جوجل ادسنس مباشرة وتطلب ان انت تعمل حساب جوجل ادسنس هيقول لك روح على بلوجر علشان تعمل حساب مستضاف، فاحنا مش عايزين الحساب المستضاف ده، احنا عايزين حساب عادي علشان تقدر تستفاد بكل الصلاحيات بتاعته. هنيجي هنا كده هنقول له قبول الربط، بعد كده هيدخلنا على حساب جوجل ادسنس. لو لقيت ان الحساب مش متفعل معاك استنى لحد 24 ساعة او 48 ساعة، هتلاقي الحساب اشتغل معاك بدون اي مشاكل، بس ده حساب ادسنس مستضاف يوتيوب. بعد كده هتدخل على حساب جوجل ادسنس عادي زي ما هنشوف دلوقتي. بعد ما دخلنا على حساب ادسنس هيكون بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. هنيجي هنا كده عند اللي هي المواقع، هنضغط عليها، هنيجي هنا كده هنقول له اضافة موقع، هيدينا الصفحة دي. نفترض مثلا ان دي المدونة اللي احنا عايزين نحول الحساب من مستضاف لعادي فيها. اول حاجة هنعملها وهي هنروح على حساب ادسنس، هيقول لنا هنا كده ادخل الموقع، هنيجي هنا كده نروح على عرض المدونة، هنعمل نسخة عنوان الرابط، ونيجي هنا كده هنروح حاطين اللي هو الرابط بالشكل ده، هنحذف طبعا اللي هو من عند ال HTTPS، يعني هنخلي اللي هي مثلا shortlink.net اللي هي هتكون بالشكل ده. هنا كده هيقول لي انسخ الشفرة دي وحطها في القالب، هنيجي عاملين نسخ للشفرة ونروح للقالب للمظهر، هنيجي اسفل الهيد هنا، وبعد كده نروح عاملين لصق، هتجيلنا بالشكل اللي هو ده كده. طبعا لو جات لك اللي هي هنا كده بالشكل الاحمر ده شيل المسافة اللي ما بين السي وما بين الاس، تمام يا شباب؟ اللي هي المسافة دي هنروح شايلينها، هي هنا كده هيحفظ معنا بكل سهولة، ونقول له حفظ المظهر. هنيجي هنا كده يا شباب هنروح قايلين له اللي هو تم، هنيجي عند المواقع هنلاقيه هنا كده بيقول لي الموقع جاري التجهيز. طبعا احنا لحد هنا كده لسه ما خلصناش، هنعمل ايه بقى تاني؟ هنيجي هنا كده يا شباب هنروح على الوحدات الاعلانية، هنروح عاملين وحدة اعلانية جديدة، هنقول له الاعلانات النصية والصورية، هنسيبها مستحسن زي ما هي، وهنيجي مثلا نقول له مثلا 1 مثلا، وبعد كده نقول له الحفظ والحصول على الشفرة. نيجي هنا كده ناخد الشفرة، هتروح على التخطيط في اماكن الاعلانات بتاعتك، هتحط عادي اللي هي اماكن الاعلانات، هنيجي هنا كده نقول له اضافة اداة، نيجي هنا كده عند اللي هي ال HTML، هنيجي هنا كده هنروح عاملين له لصق وهنقول له حفظ، تمام يا شباب؟ تمام. لو عندك اماكن اعلانات تانية في القالب بتاعك على حسب القالب اللي بتستخدمه، هتحط بالظبط 3 اعلانات في المدونة وما تكترش عن الـ3 اعلانات. طبعا انا عندي هنا كده اعلان الهايدر، هنيجي برضو هنا كده هنعمل له اللي هو اعلان مثلا تاني، اللي هو الهايدر دايما بيبقى 720x90، هنقول له هات البانر مثلا اللي هو 728x90، هنقول له 2، او هنقول له 728، ونقول له حفظ الحصول على الشفرة، هيقول لي متكررة، هنزود عليها اي كلام، هنقول له حفظ الحصول على الشفرة. هنيجي هنا كده شباب هنروح واخدين دي كده نسخ، ونيجي عند الهايدر اللي هو ده كده، هنروح حاطين اللي هو اللصق هنا. طبعا انا دي الاماكن الاعلانية اللي موجودة في القالب نفسه، تمام؟ انت لو ما عندكش الاماكن الاعلانية دي بتشوف الاماكن الاعلانية في القالب بتاعك وبتحط فيها الاعلانات بالشكل ده انت عادي، بس لو ما تعرفش احجام الاعلانات اللي موجودة في القالب عندك خلي كله مستحسن بالشكل اللي هو ده كده، تمام؟ اللي هو ده اهو اللي هو مستحسن، تمام يا شباب؟ تمام.
هنيجي هنا كده مثلا الاعلان الثالث هنقول له 3 وهنقول له الحصول على الشفرة برضو ده اعلان مستحسن. انا عندي اماكن اعلانية تانية في القالب فهاخد اللي هو ده كده واجي عند الاعلانات هنقول له حط اعلان اول للموضوع وهنقول له اظهر دي وهنقول له حفظ. تمام يا شباب تمام. احنا كده خلصنا شغل على القالب. هل لو استمرنا على كده جوجل ادسنس هتقبلنا؟ لا. الاهم بقى من ده انك تواظب يوميا على نشر المحتوى الحصري لحد ما يتم قبولك باذن الله في تحقيق الربح من مدونتك باذن الله. دي كده يا شباب كانت حلقه النهارده. يا ريت لو عجبك الشرح ما تنساش لايك لايك لايك، اللايك ده بيفرق معايا، واشترك في القناه وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، ومشاركه للفيديو علشان تحفزني ان اقدم لك كل جديد. لو عندك اي مشكله سيبها لي في التدوين اللي اسفل الفيديو دي وانا ان شاء الله هرد عليك في اقرب وقت. استنونا في الحلقة الجاية. كان معكم مصطفى أمين من قناة الأحباب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.